إسماعيل نوراني. نصل إلى فسحة الحوار. أديب فيريت فيت عن ضيفة اليوم انتصار عبد الجليل، مقدمة نشرة الأخبار باللغة الفرنسية على تلفزيون اليمني، صاحبة الفيديو الذي سجل آلاف المشاهدات والتعليقات الساخرة على شبكات التواصل. نستعيد جزءا منه. في ريفيكاسيو دو كونديسيو دي لا سونتي دو موتسيو دو وازو امبورتي ويمان بغل تيست نسيسير لو سيرتيفيكاسيو دي ماليدي اي دي بون سونتي دو انيمو امبورتي. هناك من يرى أن انتصار شوهت اللغة الفرنسية، وهناك من يرى أنها ربما لكنت أهل البلد في لفظ اللغات الأجنبية، أما هي فترى الأمر من منظارها الخاص. الفيديو بالمناسبة عمره سنة ونص، كيف عاود الانتشار هذه انتصار؟ والله لا أعرف يعني إيش السر الانتشار والهجمة الشرسة اللي يعني لحقتني، ولكن اتصل علي أحد الزملاء الصحفيين يقول لي انتصار فيديو بتاعي بنشر احدى النشرات القديمه، ومش عارفه يمكن ينتقدوا اللهجه او انه في دلع زي النغمه حاجه زي كده، يعني منتشر بشكل فظيع عن فيديو انتشر في الجليل وانتقدوها باللغه الفرنسيه. دعيني اقول لك ان الاغلبيه العظمى من التعليقات اعتبرت انك لا تتقنين اللغه الفرنسيه، انت شو رايك؟ انا اقول واثق الخطوات يمشي ملكا، انا واثقه من نفسي انني اقدم اللغه الفرنسيه بشكل جيد، انا درست اللغه الفرنسيه ادب فرنسي بكليه الاداب، واسمحني اطور من نفسي ودعت للاخرين يتحدث كما يشاء، فانا واثقه من نفسي ثقه عمياء مليون بالمئة. طيب بس هناك أشخاص كمان انتقدوا طريقة اللفظ. يمكن سبحان الله يعني كل إنسان له أخطاء، يعني نحن نطور من أنفسنا، بس إنه درجة إنه يعني يثير السخرية والإشمئزاز وإنه يعني هذا النشرة الفرنسية الصحيحة ويثير الضحك والسخرية، ما أعتقد إن هذا الكلام صحيح. قدمت النشرة الفرنسية كويس، يعني نحن أخذنا إلى امتحانات من قبل أساتذة جامعيين ودكاترة يعني باللغة الفرنسية، فأنا طلعت عايزة أقول لك حاجة. نعم. أنا قبل ما أقدم النشرة الفرنسية في قناة عدن الفضائية كانت أقدم برنامج الإذاعة البروجرام إيسي اليمن منذ 10 سنين كده، يعني أنا طلعت وأنا قدمي أصلاً تدرس من قبل يعني. كيف تم اختيارك؟ نعم. كيف تم اختيارك لتقديم نشرة الأخبار باللغة الفرنسية؟ تم اختياري خضعنا لامتحانات حاجة زي كده واختبارات، وقالوا لي الأساتذة يعني القائمين على اللغة الفرنسية تم اختياري على حسب إمكانياتي يعني المطلوبة والجيدة. كيف تلقيت خبر تفاعل رواد شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية؟ تلقيت الخبر يعني شوية في البداية انزعجت، بعدها قلت أنا دائما الشجرة المثمرة هي التي ترمى، قد أكون محط أنظار الآخرين، هذا فخر لي. ما أكثر التعليقات التي أزعجتك؟ يعني إنه المغاربة يستهزون مني مئاتير الضحك إني لا أجيد اللغة الفرنسية، وكأنه يعني أنا لا أجيدها بالخالص، يعني استهزاء. بس أنا سأحاول إن شاء الله يعني جاهدة أطور من نفسي لكي يعني أصبح يعني أفضل من كده. وين بتحسي عندك نقص بهالمسألة بالذات طوري؟ يعني كان نوع ممكن اللكنة أو حاجة زي كده، حاجة بسيطة. كثير من الناس بالغوا يعني في هذا الكلام، وفي أخطاء سبحان الله من لا يخطأ أصلاً، كل إنسان يخطأ. والله كثير يعني حتى يقدموا باللغة العربية هم يخطون في اللغة العربية، فبارك في اللغة الفرنسية. جميع المواقع الإلكترونية تتكلم عني. تحرصين على متابعة كل ما يقال وكل ما يكتب من تعليقات؟ أيوة. يعني مثل واحد عم بيعذب نفسه هيك؟ أنا أتابع، يقول هذه أرى الآخرين حاجة زي كده. عادي مثال خليني أتكلم، يعني واثق الخطوات يمشي ملكا يعني. بدك تقولي شيء بعد؟ أتمنى إنه يعني على قمتين يعني سبحان الله دورة لفرنسا أطور من نفسي، هذه أمنيتي. إن شاء الله تتحقق أمنيتك انتصار. شكرا لرفقتكم، نلتقي في الغد في حلقة جديدة. ريتويت مع ريت دخول إسماعيل نوراني.